بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ المحاضرة الأولى من محاضرات فيسيولوجيا الكارديو فاسكولار سيستم. تمام، هلا شو يعني كارديو فاسكولار؟ هلا كارديو، تمام، كارديو ريليتد ذا هارت اللي هو القلب، فاسكولار اللي هو بلاد فيزلز اللي هم الأوعية الدموية. تمام، اللي هم ايش؟ الأوعية الدموية. حلو الكلام. كارديو فاسكولار سيستم اللي هي القلب والأوعية الدموية، اللي هي فيسيولوجيا القلب والأوعية ايش والدموية. ان شاء الله اليوم راح نخلص جزء الاناتومي اوف ذا هارت، راح نحكي شوي عن الاناتومي اوف ذا هارت والبلد سيركيوليشن، تمام، والهارت فالفز، بحيث انه ايش نبلش احنا بالفيسيولوجيا الحقيقية ونكون فاهمين البيسك كونسبتس، فان شاء الله تكون محاضرة انها خفيفة لطيفة عليكم. طيب لما نبلش نحكي the heart is as small as your closed fist، اللي هو بحجم القبضة. هلا هذا الحكي مش مهم، تمام. The location of the heart موجود بمنطقة في القلب أو منطقة في الصدر، بسميها أنا الميدياستاينم، تمام، برضو اللي هو ما بهمنا كثير، هذا أصل فريد إذا أنتم بتحبوا تقرأوا. حلو. طيب هلا أنا بهمني، هلا أنا بهمني القلب من برا، تمام، the heart من برا بيكون يا جماعة الخير مغطى بغلاف. هذا الغلاف شو أنسميه؟ بسميه أنا بريكارديوم، تمام. هذا الغلاف شو بسميه؟ بسميه بريكارديوم. إذا ما هو البريكارديوم؟ هو عبارة عن غلاف بغطي القلب من الخارج. حلو. هلأ هذا البريكارديوم، تمام، إله تو لايرز، تمام، مكون من إيش؟ مكون من تو لايرز، مكون من طبقتين، طبقة سميها فايبرس بريكارديوم وطبقة بسميها سيرس بريكارديوم، أو بسميها طبقة بسميها fibrous pericardium أو بسميها serous pericardium. حلو الكلام. هلا إذا البريكارديوم، هلا أنا في عندي الآن، نعتبر أن أنا في عندي القلب زي هيك كامل. هلا هذا القلب محوط من الخارج بإيش؟ بالبريكارديوم، تمام، في طبقة لإيش؟ البريكارديوم، اسمها إيش؟ البريكارديوم. حلو. هلا هاي البريكارديوم لو إحنا نتفرج عليها عن قرب، تمام، بلاقي إنه هي بالأصل مكونة من إيش؟ من طبقتين، تمام، طبقة بسميها fibrous pericardium، fibrous pericardium، وطبقة، تمام، أو الطبقة الثانية شو بسميها أنا؟ بسميها serous pericardium. هاي شو بسميها؟ بسميها serous بسميها سيرس بريكارديوم، تمام. اذا لحد الان احنا شو اخذنا؟ اخذنا انه في طبقه بتغلف القلب اسمها بريكارديوم. هاي البريكارديوم تنقسم الى قسمين، قسم ايش بسميه فايبرس بريكارديوم، ايش بسميه سيرس بريكارديوم. حلو الكلام. هلا الفايبرس بريكارديوم هاي بتكون اوتر لاير، هاي بتكون اوتر لاير يعني جايه لبرا، اما السيرس بريكارديوم هاي بتكون جايه انر لاير، هاي الطبقه ايش؟ بالطبقه الداخليه، هاي الطبقه الداخليه. حلو الكلام. ولكن المفاجأة إنه السيرس بريكارديوم نفسها بتيجي عبارة عن طبقتين. السيرس بريكارديوم نفسها عبارة عن إيش؟ عبارة عن طبقتين، تمام؟ السيرس بريكارديوم نفسها بتيجي عبارة عن طبقتين. طبقة بسميها أنا، خلينا نأخذ مثلا لون أخضر، طبقة بسميها أنا البرايتال بريكارديوم، وطبقة بسميها visceral pericardium. حلو. إذا أنا بسميها برايتال بريكارديوم، في طبقة بسميها برايتال بريكارديوم، بسميها طبقة بسميها visceral pericardium. هذول الطبقتين تابعين لمين؟ تابعين للسيرس بريكارديوم. هذول الطبقتين تابعين لإيش؟ للسيرس بريكارديوم. حلو. هلا البرايتال بريكارديوم هي الطبقة الخارجية من السيرس بريكارديوم، اما الفيسيرال بريكارديوم هي الطبقه الداخليه من السيرس بريكارديوم. حلو. البرايتال بريكارديوم عاده يعني الان هذا لو قسمناه، هذا لو قسمناه، تمام، السيرس بريكارديوم راح يعطيني طبقه خارجيه تمام بسميها برايتال بريكارديوم، راح يعطيني طبقة داخلية بسميها فيسيرال. هلا البرايتال بريكارديوم تكون أقرب وين؟
أقرب على الفايبرس بيريكارديوم، أما الفيسيرال بيريكارديوم بتكون أقرب وين؟ بتكون أقرب على الهارت وول، بتكون أقرب على الهارت وول أو بتكون أقرب على عضلة القلب نفسها، بتكون أقرب على عضلة القلب نفسها. فهمت علي كيف؟ إذا ببساطة أنا في عندي فايبرس بيريكارديوم وفي عندي سيرس بيريكارديوم. حلو. هلا سيرس بيريكارديوم بيجي الفايبرس بيريكارديوم تيجي أوتر لاير، معموله هي عباره طبعا هي عباره عن كونكتيف تيشو وبتكون ان الاستيك. هلا شو يعني ان الاستيك؟ يعني كانت بي ستريتش، يعني انت ما بتقدر انك تشدها او انك تغير من حجمها او طولها. طبعا ليش هالشيء بيمنع؟ ايش بسميه؟ اوفر فيلينج اوف ذا هارت. شو يعني اوفر فيلينج اوف ذا هارت؟ هلا انا عندي القلب يا جماعه الخير بيكون عباره عن مضخه، تمام؟ هو بيكون عباره عن مضخه، هاي المضخه بتعبي دم بعدين بتضخه. هلا لما تعبي الدم هاي المضخه بتتوسع تتوسع تتوسع، تمام؟ كل ما توسعت زياده كل ما عبى الدم اكثر، كل ما توسعت زياده كل ما عبى الدم اكثر، تمام؟ فتوسعها اللي هو بيعمل فيلينج فيها او بيعبيها. حلو الكلام. إذن التوسع مرتبط بالفيلينج. المضخة كل ما وسعت هاي المضخة أكثر، تمام، وكل ما وسعت السطل أكثر كل ما وسع كمية مي أكبر. حلو الكلام. هلأ لما القلب يتوسع بشكل كبير جدا، تمام، لما القلب يتوسع بشكل كبير جدا معناته إيش؟ معناته في كمية دم كبيرة جدا. حلو. هلأ مرات بيكون الكمية الدم هاي القلب ما بيقدر يضخها لأنها كتير كبيرة، كتير كبيرة عليه يعني، تمام، أقوى منه. فهمين علي كيف؟ فهلا مشان انا امنع هذا الاوفر فيلينج اوف ذا هارت واخلي القلب يعبي ويتوسع بكميات معينه، تمام، لما ان ان تمام انه احنا لما نعبي او احنا مشان نخلي القلب يعبي فقط كميات معينه، يعني انه ما يعمل اوفر فيلينج، ما يعمل اوفر فيلينج او يعبي كميات زياده ويتوسع بكميات زياده، انا بحط الفايبرس بيريكارديوم اللي هو بيمنعه من انه يتوسع، بيمنعه ايش؟ انه يتوسع، تمام. هلا هذا بالنسبه للفايبرس بيريكارديوم. هلا بالنسبه للسيرس بيريكارديوم، سيرس بيريكارديوم هو الطبقه الداخليه، الطبقه الداخليه، والسيرس بيريكارديوم بتكون من طبقتين، شيء اسمه برايت اللاير وشيء اسمه فيسيرال لاير. حكينا البرايت اللاير بتكون اقرب للفايبرس لاير، اما الفيسيرال لاير بتكون متصله مع الهارت نفسه، بتكون متصله مع الهارت ايش نفسه. هلا ما بين البرايتال لاير والفيسيرال لاير انا في عندي كافيتي، تمام. شو بسميها؟ بسميها بيريكارديال كافيتي. انا في عندي كافيتي، شو بسميها؟ بسميها بيريكارديال كافيتي. حلو الكلام. اذا انا ما بين السيرس بيريك، ما بين البرايتال لاير والفيسيرال لاير في عندي كافيتي بسميها بيريكارديال كافيتي، بيكون فيها فلويد بسميه بيريكارديال فلويد او بسميه سيرس فلويد. هلا هذا الفلويد شو وظيفته؟ وظيفته لابريكيشن. شو يعني لابريكيشن؟ لابريكيشن انه هو بيعمل عندي زي مانع احتكاك، تمام، زي مانع احتكاك، لانه القلب الان راح يضل يضخ ويتوسع وبعدين يصغر بالحجم، بعدين يتوسع ويضخ وما الى ذلك، تمام. فهالشيء بيعمل احتكاك ما بين البرايت اللاير وما بين الفيسيرال لاير وما بين السيرس بيريكارديوم وما بين الفارس بيريكارديوم. فهالشيء، فهذا وجود هذا السائل بيمنع الاحتكاك المتكرر ما بينهم، تمام، وله وظائف اخرى ما قلناش فيها، تمام. بس احنا بنفهم الكونسبت تبع ايش؟ تبع البرايت الكافيتي، تبع ايش؟ تبع سوري البيريكارديال كافيتي. حلو الكلام. طيب هلا هذا بالنسبه للبيريكارديوم. هلا نيجي على الهارت وول نفسه، نيجي على الهارت وول نفسه. هلا شو الطبقات انا اللي موجوده عندي بالهارت وول؟ انا في عندي، تمام، ثلاث طبقات. في عندي انا الايبيكارديوم، تمام، في عندي ايش؟ الايبيكارديوم، تمام. هلا شو هي الايبيكارديوم؟ الايبيكارديوم يا جماعه الخير هي عباره عن الفيسيرال لاير اوف ذا بيريكارديوم، هي عباره عن الفيسيرال لاير اوف ذا بيريكارديوم، تمام. اذا الايبيكارديوم هي عباره عن الفيسيرال لاير اوف ذا سيرس بيريكارديوم. حلو الكلام. هلا انا، تمام، يعني لو حدا فات على اللاب وشاف كيف القلب بيكون شكله، القلب بيكون بلمع. ليش بيكون بلمع؟ بيكون بلمع لانه بيكون مغطي بهاي الايبيكارديوم. هلا انا ما بقدر تشريحيا افصل الايبيكارديوم عن الهارت ماسل، ما بقدر افصل الايبيكارديوم عن الهارت ماسل، ولا بقدر افصل اللي هو البرايت اللاير عن الفايبرس بيريكارديوم، لانهم بيكونوا فيوز، تمام. هلا انا مشان ما بدي اتلخبطكم هاي، اذا انا عندي الفايبرس بيريكارديوم زائد برايت البيريكارديوم بيكونوا فيوز مع بعض. هذا الحكي هذا هم مش حيجيكم عليه اسئله يعني، بس لازم تفهموا. هلا الفايبرس لاير والبرايت لاير بيكونوا فيوز مع بعض، هذا بالنسبه للفايبرس والبرايتال. وبالنسبه لل الفيسيرال بيريكارديوم
مع الهارت وول بيكونوا فيوز برضو. مشان هيك انا بعتبر الفيسيرال لاير اوف ذا بيركارد الفيسيرال لاير اوف ذا بيريكارديوم اللي هي انا اعطيتها اسم خاص فيها ايبيكارديوم. هلا هاي شو راح اسميها؟ راح اسميها ذا اوتر ماست لاير اوف ذا هارت وول. ذا اوتر ماست لاير اوف ذا هارت وول اللي هو الايبيكارديوم او الفيسيرال لاير اوف ذا بيريكارديوم او الفيسيرال لاير اوف ايش اوف ايش اوف ذا بيريكارديوم. حلو. طبعا يكون فيها شويه اديبوز تيشو مشان هيك اصلا بتلمع لانه فيها اديبوز تيشو. تمام. هلا بعد تحت الايبيكارديوم شو في عندي؟ أنا في عندي مايوكارديوم. هلأ مايو شو يعني مايو؟ مايو يعني مايوسايت. شو يعني مايوسايت؟ مايوسايت يعني خلية عضلية. تمام. هذا مايوكارديوم. هلأ كارديوم شو يعني كارديوم؟ يعني ريليتد للهارت. Related to the related to the heart. هذا بالنسبة للميوكارديوم. تمام. فمنطقيا شو هي طبقة الميوكارديوم؟ هي الطبقة العضلية أو muscular layer of the heart. هي الطبقة العضلية أو muscular layer of the heart. تمام. وهي المسؤولة عن البامبينج activity of the heart. هلا الهارت هو عبارة عن بامب. تمام. هو عبارة عن two separated bumps. راح نحكي عنهم. تمام. هو عبارة عن two separated pumps. هو عبارة الهارت هو عبارة عن two separated pumps رح نحكي عنهم. تمام. ولكن الهارت بيشتغل كمضخة للدم. هلأ مشان يضخ الدم بيحتاج لأنه ينقبض وينبسط هلأ مين مسؤول عن انقباضه وانبساطه؟ طبقة الميوكارديوم واللي هي عبارة عن group of myocytes. group of ايش؟ of myocytes. حلو. هلأ شو في عندي كمان؟ أنا في عندي الاندوكارديوم. هلا شو هو الاندوكارديوم؟ الاندوكارديوم اللي هو الانر ماست لاير اوف ذا كاردياك وول واللي هي عباره عن ايبيثيليال سيلز ايبيثيليوم. تمام. شو نوعه؟ سمبل سكوامس ايبيثيليوم. مش مهم. هلا هذا الاندوكارديوم تمام هلا هو عباره عن اندوثيليوم. تمام. هو عباره عن ايش؟ اندوثيليوم ايبيثيليوم. هلا الايبيثيليوم في نوع خاص منه اسمه اندوثيليوم. تمام. في نوع خاص من الإبيثيليوم اسمه اندوثيليوم. اذا ايش هو الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم هو نوع خاص من الإبيثيليوم. تمام. بيغطي البلد فيزلز. هلا مشان انتم تكونوا بالصوره، اي محل بجسمي في دم لازم يكون مغطى باندوثيليوم. This is very important. ليش؟ هلا انتم المفروض تجاوبوني ليش؟ لانه زي ما حكينا في محاضرات الميد انه الاندوثيليوم تمام بيمنع الكواجوليشن، وما بصير انا عندي كواجوليشن غير لما يصير في عندي دمج للاندوثيليوم منطقيا. فانا مشان هيك اي محل موجود بجسمي فيه دم لازم هذا المحل يكون covered by اندوثيليوم. طب القلب فيه دم؟ نعم. القلب فيه دم، مشان هيك القلب بيعمل كوميونيكيشن مع الدم ولا ما بيعمل؟ بيعمل. مشان هيك بايش لازم اغطي القلب؟ لازم اغطيه باندوثيليال سيلز. وشو راح اسمي هذول الاندوثيليال سيلز اللي موجودين في داخلها في داخل الهارت؟ اندوكارديوم. شو راح اسميهم؟ راح اسميهم اندوكارديوم. اذا الاندوكارديوم عباره عن ايش؟ عباره عن اندوثيليال سيلز which is special type of epithelial cells. تمام. بتكون مغطيه الانر سيرفيس اوف ذا هارت. تمام. فهذا بالنسبه لايش؟ لا الاندوكارديوم اللي هو الماست انر لاير اوف ذا هارت واللي بيتكون من اندوثيليال سيلز فاهمين علي كيف؟ فاذا هاي الاشياء اللي احنا لازم نفهمها بالنسبه لللايرز اوف ذا هارت. حلو. هلا احنا خلصنا بالنسبه لللايرز اوف ذا هارت. هلا بدنا نحكي عن التشامبرز اوف ذا هارت. هلا بدنا نحكي احنا عن التشامبرز اوف ذا هارت. شوفوا يا جماعه الخير، هسه القلب عندي انا تمام بتكون من